منواصل دراستنا من أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح أتكلم عن موضوع كيف نتمثل بالله، التمثل بالله. فأنا بشجعك إنك تدرس هذا الموضوع. مثل ما ذكرت سابقا، هذه الدراسات بنعملها في المواقع الكتابية، الحدث في أفسس أو لما كتب الرسول بولس إلى هذه الكنيسة. هذه الدراسة هي عبارة عن مذاق، نأخذ مقتطفات من رسالة أفسس أو ما حدث في هذا المكان، على أمل أنه أشجعك أنك تحب كلمة الله وأنك تقرأ في الكتاب المقدس بأكثر عمق وأكثر استفادة، تدرس التفسير وتتعمق روحيا وتنهل من نهر بركات الله ومن الرسالة السماوية اللي حدثت طبعا أو اللي كتبت لهذه الكنيسة في هذا المكان. إخوتي وأخواتي، منحب نتواصل معكم. وعلى فكرة يعني إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار، أنا بشجعك إنك تتواصل معنا لأنه منحب نسمع منك. وهذا التواصل كمان رح يكون على النت، بحيث إنه يكون مش من طرف واحد، رح يكون من طرفين نتحدث مع بعض. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أنا موجود في منطقة الأجورا العليا في أفسس العليا، وهذه الأجورا اللي هي طبعاً الساحة المدنية أو السوق العام، كان السوق المدني السياسي، واللي كان بيسكن في هذا المكان اللي بيحمل الجنسية الأفسسية، لأنه كانت الناس تيجي من الميناء، ميناء أفسس، وكانت تقضي وقت وين المكتبة والمسرح الروماني والشوارع القديمة أو الأجورا بتاعت المرفأ بتاعت الميناء. بتشوفوا عدة أبنية جميلة في هذا المكان اللي بتورجي عظمة روما في تلك الأيام. أفسس كان تعدادها 300 ألف نسمة، والرومان جاءوا بحضارتها إلى هذا المكان. بتشوف هياكل ومعابد وحمامات وشوارع قديمة اللي هو الستايل الروماني. بتشوف من هذه الجهة الجيمنازيوم، المركز الرياضي، لأنه كانت مدينة رياضية. وأيضا بتشوف من وراء طبعا البازيليكا أو بيت القضاء، الأعمدة من رخام، وهذه كانت مغطاة. وفي وقت لاحق البازيليكا أصبحت كنائس أو تحولت إلى كنيسة. حتى في بعض الأماكن تستطيع أن ترى صليب، ونفس الستايل البيزنطي اللي استمر بهذه الطريقة. لكن بتشوف الأوديوم أو البوليتوريوم اللي هو المسرح الفني، الموسيقى والفن، بيتسع ل 1700 شخص، لكن المدينة تعدادها كان 500-600 شخص. كانوا بيقوموا أيضا في محافل القضاء أو البحث في قضايا المدنية أو محاكم معينة أو محافل معينة، وطبعا بياخدوها ل بيت القضاء اللي هو المحكمة العليا، السوبريم كورت، اللي مكان موجود معبد، يعني نفس المعبد هو تحول كمان لقضاء أكبر. في معابد كثيرة، معبد الإلهة روما ومعبد فيستيا، وإحنا على معبد آيسيس الإلهة المصريين. فهذه الحضارات كلها كانت متجمعة في هذا المكان. كيف ممكن تصل لرسالة لشعوب متعددة ومختلفة؟ بولس اللي كان عنده الخلفية اليهودية، يحمل الجنسية الرومانية، اللي عاش 3 سنين في هذه المنطقة في أفسس، وسمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، لكنه الآن يكتب إلى هذه الكنيسة بعد 10 سنوات وهو في سجن روما، ويقول للمؤمنين أن يتمثلوا بالله. وهم تتكلم عن هوية وطبيعة وشخصية المؤمن، شخصية المؤمن. في الآية بتقول: فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء
واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. في الإصحاح الخامس الآية الأولى والآية الثانية. هون بيتكلم عن التمثل بالله، التشبه. هنا بيتكلم على شيء استمراري، على التدرب لكي نصبح نسخة منه. والشيء المدهش إنه الكلمة في اليوناني هي نفس الكلمة ميمك، إنك تحاول تقلد شخص، كما إنه الخطيب بدرب اللي بيتعلموا فن الخطاب إنه يتشبهوا في الأسلوب، الستايل، الطريقة والمنهج اللي بيتكلم فيها. بنفس الشيء في الحياة المسيحية، تكوين الشخصية هو أن نتشبه بالله كلي الكمال، كما قال يسوع: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. ولاحظ بيقول عن هذا التشبه، المسيح يعني كان بيعمل أو عمل طاعة كاملة. في هذا التشبه بيتكلم عن ذبيحة المسيح، وهون في سياق الحديث بيتكلم إنه المسيح عاش حياة الطاعة الكاملة لله، طبعا بحسب الله ويعني طريقة الله، وكان خاضع للرب. منشوف محبة المسيح وغفران المسيح، هذه المحبة بلغت الكمال، الطاعة الكاملة، عندما مات على الصليب وقام من الأموات لكي يقدم غفران وفداء كامل. ذبيحة المسيح هذه الطاعة الكاملة صارت رائحة سرور، سرور لله والحب الكامل طبعا للبشر. لاحظ أحبائي، لما كانوا بيقدموا الذبيحة تحرق كان الله يشتم رائحة السرور والرضا فيتنسم، بيرضى على الذبيحة. فالمسيح الكامل هو الوحيد اللي استطاع أن يرضي الله، وإحنا لما منآمن في المسيح أنا وإنت منكون في المسيح، فالله بينظر إلينا من خلال بر المسيح، من خلال كمال المسيح، فيشتم رائحة السرور والرضا أيضا. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. Very often you hear the term Gnosticism and the Gnostics. It's spelled Gnostic, but don't pronounce it that way. It comes from the Greek term gnosis. There you can use the hard G, gnosis, which means knowledge, but in the case of the Gnostics, a special kind of interior knowledge that the masses don't know about, but they do. And if you then buy into their cult, then they'll give you the secrets of this inner knowledge. And it's an early Christian heresy, probably one of the earliest. They would say the four gospels are great, you know, for normal people, but here's what they really mean. And of course, no two Gnostic teachers ever agreed on what they really mean. And so they were misleading followers of Jesus even as early as the end of the first century. And then in the second and third century, they had all their special little cultic schools of Gnosticism. You got to remember, the New Testament has not been completed yet. And imagine how difficult it must have been to counter heresy in the early church when you didn't have a normal canon or scriptures as your constitution. It's a wonder the early church ever made it in so many ways. They had a two-front war to fight, an interior war against Gnostic heresy, an external war against the Roman Empire that's trying to eradicate them. الكتاب بعلمنا نتمثل ونتشبه بالمسيح بحياته، بكلامه، بصفاته، بطبيعته، نتمثل فيه بالمحبة، بالمسامحة، بالغفران، نعكس هذا الشخص العجيب الفادي المحب في حياتنا. يقول الكتاب أيضا أن نسلك كما سلك ذاك، أي شخص يسوع المسيح، تمثلوا بالله، ثم يقول أسلكوا بالمحبة. في الإصحاح الرابع
مكتوب أن نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا إليها. فنحن أولاد الله دعينا للمجد، دعينا من الظلمة. وهنا أحبائي حتى نتمثل بالله بطالبنا أن نسلك بالمحبة، بطالبنا بالسلوك، نتشبه بيسوع المسيح. الله محبة، أسلك بالمحبة. الله نور، أسلك كأولاد نور. الله حق، أسلك بالحكمة، مفتدين الوقت كحكماء لا كجهلاء. فإذا الله بيطالبنا أنه نتشبه بالمسيح. تعرفوا لما الإنسان بيصبح نسخة من المسيح، طبعا كل تزييف في حياة الإنسان بيزول. يقال FBI لما بيدرب جنوده على التمييز دولار المزيف مثلا، ما بيتعلم عن التزييف، بيتعلم عن الحقيقة والحق. فأول ما بيشوف أي شيء مزيف بيعرف على طول. فلما المؤمن يصبح نسخة من يسوع بيتشبه، بيصير مثل يسوع. يعني بكلمات بسيطة، مسيح صغير على الأرض يصبح نسخة عن يسوع المسيح. بواصل الكلام، إذا إحنا بنسلك في هذا السلوك على طول بيتكلم عن النواحي السلبية، وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. لاحظ أنه ابتدأ الرسول بكتابته هذه الرسالة إلى القديسين في أفسس، فبطالبوا الزنا والنجاسة والطمع. فيقول أن تسلكوا ليس كما يسلك الأمم ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر. لما الإنسان بيسمح للفكر يتنجس ويتسمم أيضا، فيسمم كل نواحي الحياة. بتعرفوا شيء؟ أصعب شيء إنه الإنسان يستخف بالخطية. الخطية قاتلة أحبائي، الخطية تقتل كل شيء في الحياة، البراءة والمثل العليا، تكسر قوانين الله، بتحول الإنسان لوحش كاسر بعيد عن الله. فأصعب شيء إنه الإنسان يستخف بالخطية، أو من ناحية أخرى يقلل منها، يقلل من شأنها أو من خطورتها أو من لدغتها وسمها، سموم الخطية أيضا. الأمم استخفوا بالخطية وبنوا المعابد للإباحية. احنا واقفين في منطقة مليئة بالمعابد، أكبر معبد في أفسس معبد أرطميس، إلهة أرطميس، إلهة الخصوبة. وحكينا عن المعابد الموجودة في هذه المنطقة، معبد روما، إلهة روما، معبد فيستا، معبد الإلهة إزيس، إلهة المصريين. لتحت شوي معبد مكرس لتراجان، الإمبراطور تراجان، وبعده الإمبراطور هدريان، وهكذا معابد كثيرة في أماكن كرست للدعارة. طالما أن الأمر بضر أموال وبزنس، فالبنات المكرسات للإباحية صار يبنوا لهم هياكل. في كورنثوس كان في معبد للإلهة أفروديت، 1000 فتاة مكرسة لهذا النوع من العبادة الإباحية. فبولس الرسول كان بحاربها بضراوة بشدة، لأنه عم بيستخفوا بالخطية. فالخطية اتفشت واستشرت في كل نواحي المجتمع. يقول البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. بعلم أن لا ينخدعوا، بيكمل بالخطية، بيتكلم عن الأمور الكلامية مثل القباحة والسفاهة وكلام الهزل، يعني بكلمات مبسطة الكلام الفارغ اللي ما إلوش أي طعمة. تعرفوا بدعة الغنوصية كانت بتنادي إنه المادة شر والروح صالح. فإذا في جزء منهم وصلوا إلى حالة، طالما إنه المادة شر فالشر يعني والمادة فانية، فخلينا نستمتع وننغمس في الملذات والشهوات. الرسول يوحنا اللي جاء بعد فترة زمنية إلى نفس هذا المكان حارب هذا النوع من البدعة. ليش أحبائي؟ الكتاب بيعلم إنه المؤمن هو هيكل الله المقدس، والمؤمن ينبغي أن يسلك بالقداسة، والمؤمن هو جزء
عضو في جسد يسوع المسيح. هذه الهجمات الخارجية حاربتها الكنيسة، لكن كان أيضا في هجمات داخلية اللي هي أشد شراسة لما حولوا نعمة الله لدعارة، ولما النعمة اللي هي فرصة عطية الله، طالما أنه أنا بالنعمة فأمارس الخطية فخلاص الله ما هو أعطى النعمة بسامح وبيغفر، في مسؤولية على المؤمن. فبحطها الرسول بولس في كلمة واحدة بلخصها: فلا يسمى بينكم. يعني مش بس تعمل فعليا انه ما تحكيش عنها، يعني ابتعد عن كل شبه شر، وهذا مواصفات الشخصية المسيحية المؤمن بيسوع المسيح اللي بيتمثل بالله. بصلي انه هاي الرسالة لمستك ونتفكر جديا انه الخطية شر فساد وتدمر الحياة والكيان، فعيش واسلك في يسوع المسيح. How wonderful it was that Christianity did not go down any of these Gnostic alleys. So many theologians today try to trump up the Gnostic claims. They say that, the Gnostic Gospels have more validity than the four Gospels. This is all rot. Right from the start, the church had its opinion of Gnosticism as a really worthless excess. In fact, the letters of John start talking about Gnosticism, don't they, in the New Testament? And then later on, you have John's disciple, Polycarp of Smyrna, who again was the teacher of Irenaeus of Lyon. We have a little intellectual dynasty there. And Irenaeus writes this wonderful book in 180 against heresies, and he targets Gnosticism primarily. And so does Eusebius, the earliest Christian historian. He talks about Simon the Magician, remember him from Acts chapter 8, who was a Gnostic teacher as well. So today, there's a lot of interest in Gnosticism because of the discoveries at Nag Hammadi in Egypt, about the same time the Dead Sea Scrolls were discovered. When they found a Gnostic library, and the only one that's even readable is the Thomas Gospel, Gospel of Thomas. And that's just full of all kinds of ridiculous claims. And so I just cannot understand this fascination with this ancient heresy. It really had nothing to do with the core of Christianity, whatever. أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا من أفسس القديمة. منواصل هذه الدراسة، الرسول بولس بيعطي إرشادات وتشجيعات لكنيسة أفسس، بيكتب طبعا من السجن إلى هذه الكنيسة المحببة على قلبه. في هذه الحلقة رح نتكلم عن امتلئوا بالروح القدس. أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة، رح تكون بركة لحياتك. أنا موجود في مركز أفسس القديمة بجانب مركز البلد أو الطريق الرئيسي في البلد القديم، حيث ترى الدكاكين على الجانبين، وأنا في منطقة الحمامات القديمة وخلفي مكتبة سلسوس اللي كانت تعتبر ثالث مكتبة في العالم. شاهد هذه الحلقة، وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا. سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أحبائي، منواصل دراستنا في هذه الحلقة بموضوع امتلئوا بالروح. يقول الرسول بولس بوحي من الروح القدس: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. طبعا هذه تعتبر وصية مهمة جدا
امتلئوا بالروح. ورح نتكلم عن هذا الملء بالروح، لكن لاحظ بالمقارنة بيقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. يعني الشخص لازم يمتلئ بشيء معين. وخليني أقول في البداية، كان في منطقة أفسس في تجمعات الوثنيين وفي كان اجتماعات المسيحيين. تجمعات الوثنيين كانت ماجنة وكانت عبارة عن انغماس في الشهوة وفي اللذات، وشرب المسكر والخمر كان جزء من هذه الأمور اللي كانت تقود للأمور الخلاعية. هون طبعا العبادات كان بيتخللها الإباحية. مثلا أنا موجود حاليا تقريبا يعتبر المركز أفسس القديم خلف مكتبة سيلسيوس، والأقواس ورائي اللي بتقود إلى السوق العام أو الأجورة التجارية، أجورة تاعت الميناء إلى طريق المرفأ إلى الميناء القديم. وأيضا ليس بعيد من هذا المكان في مكان كان يعتبر بيت مكرس للإباحية، بيت للدعارة، بنات مكرسات كجزء من العبادة. فكانوا الناس يأتون إما لأسباب تجارية أو سياحية أو دينية أو رياضية، فكان في علامات اللي بتأشر الدخول إلى هذا البيت، فكانت الخلاعة ممتلئة في أفسس أيضا. فالرسول بولس بقارن ولا تسكر بالخمر، يعني الشخص اللي بيكون تحت الخمر المسكر بيكون تحت التأثير، بيكونش لنفسه، في قوة أخرى مسيطرة عليه عم بتتحكم فيه بالمقارنة، بل امتلئوا بالروح القدس. لما حل الروح القدس في يوم 50 على التلاميذ في أورشليم وابتدأوا يتكلموا بألسنة وابتدأوا يتكلموا يشهدوا في شوارع القدس أورشليم، الناس ظنوهم سكارى بسبب الفرح. لكن بطرس وقف ووعظ قال إنه مش الفكرة إنه إحنا سكارى، لأنه بعدها الدنيا صبح. فبولس بيكتب لهالكنيسة من السجن، بيعرف الظروف وبيعرف الأحوال في هذه البلدة وبيعرف عن تجمعات الوثنية، فبشجع الكنيسة وبحث المؤمنين أن لا يسكروا بالخمر الذي يؤدي ويسبب إلى الخلاعة وإلى الفساد وإلى الفجور وإلى الانغماس في اللذات والشهوات. على النقيض امتلئوا بالروح القدس. كلمة الامتلاء تعني في لغتها الأصلية تعني التحكم أو السيطرة، أن يكون الإنسان تحت سيطرة حضور الله. هي نفس الكلمة تستخدم عن مثلا امتلأوا غضبا أو امتلأوا حزنا أو امتلأوا خوفا أو امتلأوا غيرة. شو يعني امتلأوا خوفا؟ إن الخوف سيطر عليهم. بنفس الطريقة يقول الرسول بولس امتلئوا بالروح، يعني عيش تحت قيادة وسيطرة الروح القدس. بالمقابل عندما سيطر الروح القدس على الكنيسة الأولى كانت الكنيسة مرنمة وكانت الكنيسة فرحة وكانت الكنيسة شاكرة وكانت الكنيسة يعني تعتبر الآخرين وتقدم أحدها الآخر، لأن الروح القدس الساكن في المؤمنين بخليهم يكونوا شبيه شخص الرب يسوع المسيح. إخوتي وأخواتي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير. The greatest obstacle to Paul's success in Ephesus would be his pagan opponents. And very often we find in the case of the early church, this is very typical, because often the persecutions, the Roman persecutions, were incited not by the emperor, but by local governors whose feet were held to the fire by pagan priests. They were ticked off that Paul's message of an invisible one God that you can't make with hands
This, of course, turns off the union of the silversmiths in Ephesus, as you well know. And it also was responsible for persecutions later on, that the pagan priests couldn't stand it, the competition. And therefore, they said, come on, these people are against the law. Governor here, how come you let them go? We're going to tattle to Caesar on you if you don't persecute them. This happened again and again. I'd say most of the Roman persecutions of the Christians, until Constantine took the heat off, were a response to pagan priests who were very jealous of Christian successes. منواصل دراستنا من أفسس القديمة عن امتلئوا بالروح القدس. عندما يقول الرسول بولس امتلئوا بالروح وبيتكلمش على اختبار انك تمتلئ مرة واحدة وخلاص. فالتلاميذ عندما انسكب أو حل الروح القدس في يوم 50 امتلأ الجميع من الروح القدس. لكن برضو لما بطرس تكلم في الإصحاح الرابع امتلأ من الروح القدس وكان يتكلم بكلام الله بمجاهرة. كلمة امتلئوا من الروح هي بتتكلم بفعل مستمر، استمر في هذا الملء كل يوم. فنحن نحتاج أن نمتلئ من روح الله يوميا، وإلا كيف نستطيع أن نتغلب على التجارب، وكيف نستطيع أن نواجه تحديات وصعوبات الحياة من غير قوة الروح القدس. قوة الروح القدس هي قوة ديناميكية، قوة متحركة، قوة تؤجج نار في داخل الإنسان، تعطيه القوة أن يشهد وأن يتكلم بكل جهارة ويحرق ويزيل الخوف من حياة الإنسان. شيء آخر، الروح القدس اللي بيتكلم عنه بولس الرسول هو شخص. فالروح القدس ليس غريب على اليهودي أو المسيحي، فالروح القدس موجود في كل صفحات الكتاب المقدس من سفر التكوين الإصحاح الأول، وكان روح الرب يرف على وجه المياه، إلى الآيات الأخيرة في سفر الرؤيا إصحاح 22، الروح والعروس أي الكنيسة يقولان تعال لمجيء المسيح يسوع ثانية. فبيتكلم عن شخص وأن نمتلئ بهذا الشخص، وبيتكلم عن قوة الروح القدس في كذا ناحية في رسالة أفسس. يؤيد الإنسان الباطن بالروح القدس، ونستطيع أن نسلك بقوة الروح القدس، ونواصل مهام الحياة بقوة الروح القدس، ونستطيع أن نمتلئ من الروح القدس حتى نتمم مشيئة الآب. فالروح القدس هو روح شخص. أيضا بالكتاب في أفسس يقول ولا تحزنوا روح الله القدوس الساكن فيكم، يعني هو شخص بيحزن إذا إحنا بنرتكب الخطايا اللي بيذكرها بولس في أفسس، وإذا إحنا ما بنمجد الرب يسوع المسيح، لأنه الروح القدس ساكن فينا. لما آمنا بيسوع المسيح اتعمدنا بالروح القدس، والروح القدس بيملأنا لأنه هو شخص. لكن هذا الشخص محتاجين نكون حساسين معاه، فهو يحزن عندما نخطئ إلى الله. في موضع آخر يقول لا تطفئ الروح، يعني أنت كأنك بتحط الروح القدس على جنب. في موضع آخر بيقول لا تكذب على الروح أو لا تقاوم الروح. فإذا الروح القدس هو شخص. لكن دعوة بولس ووصية بولس لا تسكروا بالخمر بل امتلئ بشيء آخر، امتلئوا بالروح القدس. الروح القدس يمجد المسيح، والروح القدس يعطي القوة في حياة المؤمن، والروح القدس يعطي الغلبة في حياة المؤمن، نتغلب على الشهوات والرغبات والانغماس في حياة الشر إلى حياة القداسة. فهو روح القداسة، وهو روح الوحدة، وروح البركة. والروح القدس عاوز يسكن فيك اليوم عندما تؤمن بيسوع المسيح. أنا بصلي أنك تتخذ هذا القرار اليوم في حياتك، حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك.